قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال زكريا فرحا متعجبا: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر الكامل الذي أضعفني وأصابني بالآلام والأسقام وبلغت مني الشيخوخة مبلغها. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان ابن 20 و100 سنة وامرأتي عقيم لا تلد. قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت امرأته بنت 98 سنة، وكل واحد من الأمرين مانع للولد، فكيف وقد اجتمعا؟ قال: كذلك يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة للعادة، فالله وحده هو القادر على إيجاد الأولاد بالأسباب ومن غير أسباب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه لا يعجزه شيء، قادر على كل شيء. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء